الإمام الحسين تعلمنا أن من ينتمي للوطن ويوالي غير الوطن فإنها خيانة عظمى، فإنه دجل عظيم، وإنه خداع كبير. هكذا تعلمنا من الإمام الحسين أيها الأحبة، هكذا درسنا في مدرسة الإمام الحسين. أما أن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود فهذه ليست عقيدة الإمام الحسين أيها الأخوة. فنحن نرفض هذه الانتماءات، ونرفض هذه الولاءات، ونرفض ونعلن بأعلى أصواتنا بلا خوف وبلا تردد ولا أي شيء يمنعنا في سياسة الولاء أن من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن أيها الأحبة، محروم من سياسة حب هذا البلد. أعلم أن هذا الكلام يجرح، أعلم أن هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف تضرب صدور المتخاذلين والخائنين والمتقاعسين والذين باعوا ولاءهم إلى ما خلف الحدود. أعلم أن هذه الكلمات تجرح وأنها رصاصات في قلوب هؤلاء، وأن هذه الرصاصات سوف تعود في يوم من الأيام أن تضرب قلبي وقلبك. وأعلم أن هناك من يكتب ومن يسجل هذه الكلمات ويبعثها لأسياده، وأسياده يبعثونها لأسيادهم خارج الحدود، وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا نزعزع الولاء، بتهمة أننا نهدد هذه الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام. كما قالوا وكما حكموا وكما صوبوا رصاصاتهم وقالوا أن هذا الفقير الذي خرج في الشارع يطالب بحقوقه، قالوا هذا عميل، وأن صاحب البسطية البسيط الفقير الذي حمل العلم العراقي وراح يطالب بقوته، قالوا هذا عميل، وأصحاب المصادر العمل الفقراء المساكين الذين قالوا للفساد لا وقالوا للمفسدين لا، قالوا إنهم عملاء ويجب أن يموتوا، وفعلا قتلوهم وماتوا. الأمر خطير أيها الأحبة، يحتاج إلى الصوت وإلى الكلمة وإلى الشجاعة، وإلا لا قيمة لنا في أن نقف ونتكلم أمامكم، ولا قيمة إن لم تكن الشجاعة في قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام هو دعوة رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي المسيحيين المهجرين من العراق إلى العودة إلى بلدهم. هذه الدعوة لعقد مؤتمر دولي في العراق، وذلك لحث المسيحيين إلى العودة إلى العراق. ونحن اليوم نتساءل إلى أين سيعود المسيحيون، إلى أين سيعود المهجرون العراقيون، إلى بلد منكوب مدمر خرب
مليء بالفساد، مليء بالميليشيات، مليء بالدمار من كل اتجاه ومكان. إلى أين سيعود العراقيون الذين تركوا ديارهم مضطرين مكرهين في الداخل وفي الخارج؟ ثم نطرح تساؤلات عن الذين هجروا داخل العراق والذين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها بسبب العمليات العسكرية، حتى بعد إعلان الحكومة ما سمته بالتحرير لهذه المناطق. لماذا لم يعد أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم بعد 7 سنوات من تهجيرهم؟ لماذا لم يعد كثير ممن لا يزالون في مخيمات النزوح والتهجير الموجودة داخل العراق؟ لماذا لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم؟ كيف تنظرون إلى هذه الدعوات مشاهدينا الكرام التي تخرج من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وتقارنونها أيضا بأرض الواقع؟ هل هناك أرض صالحة، بيئة مستعدة لاستقبال العراقيين الذين تركوا ديارهم مضطرين بسبب الميليشيات، الفساد، التهديدات، العمليات العسكرية، الاضطهاد للأقليات والطوائف الموجودة في العراق والأديان؟ هل هناك بيئة خصبة لاحتواء العراقيين الذين قد يرغب بعضهم بالعودة إلى العراق، ربما حنين إلى بلده، ربما رغب منه بالعودة إلى بلده لكن لا يستطيع؟ هل هناك مقومات عودة العراقيين إلى العراق؟ هل هذه الحكومة وفرت الأمان، وفرت فرص العمل، وفرت الحياة المستقرة لاستقبال العراقيين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم إن كانوا مسيحيين أو غير ذلك؟ إذن مصطفى الكاظمي يدعو المواطنين المسيحيين المهجرين إلى العودة إلى العراق، وانتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الكاظمي بعد دعوة وجهها لمسيحي العراق والطوائف الأخرى المهاجرة للعودة إلى العراق والعيش فيه. أثارت هذه الدعوة ردود فعل عراقية طبعا واسعة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي هناك انتقاد كبير وتساؤلات. كما قلنا، كما طرحنا هذه التساؤلات، هي أيضا تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي وهي لسان حال كثير من العراقيين. بعضها هاجمت الكاظمي وبعضها الآخر سخرت من الدعوة بسبب الأوضاع الخدمية والإنسانية السيئة التي يعيشها العراق، حيث أشار بعض الناشطين إلى ضرورة قيام الكاظمي بتحسين أوضاع المسيحيين في سهل نينوى ومدن أخرى وخاصة النازحين منهم، قبل أن يطلب من المهاجرين خارج العراق العودة لبلدهم. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أكدت أن دعوة رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي لعقد مؤتمر دولي ودعوته لعودة المهجرين العراقيين ما هي إلا تضليل وخداع للشعب العراقي سينكشف للعالم قريبا. قالت اللجنة إنه في الوقت الذي يدعو فيه الكاظمي المهجرين المسيحيين وغيرهم من خارج العراق إلى العودة في ظل استيلاء الميليشيات على ممتلكاتهم، لم يستطع هو نفسه من إعادة النازحين المهجرين قسرا من منطقة جرف الصخر المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحشد. لم يعد أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم، فكيف به أن يعيد من ترك العراق وهاجر خوفا على حياته وحياة عائلته من بطش الميليشيات، من الفساد الموجود في العراق، من الخراب الذي يراه في كل مكان؟ جددت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي دعوتها جميع الدول المدعوة إلى هذا المؤتمر بأن لا تنخدع بوعود الكاظمي وإيران وأحزاب السلطة وميليشياتها، وأن تقدم مصلحة الشعب العراقي وتنصت إلى تطلعاته إلى الخلاص من معاناته. اليوم نتمنى أن تكون هناك مشاركة من العراقيين لإبداء آرائهم وإيصال هذا الصوت إلى العالم، إلى الدول التي لا تزال تسمع هذه الحكومة، تنظر إليها بأنها حكومة شرعية. رسالة من العراقيين إلى هذه الدول حول حقيقة ما يحدث. هل العراق بلد مهيئ لاستقبال أبنائه في الداخل والخارج؟ هل هذه الحكومة بعد 18 عاما من حكم أحزاب السلطة بنت دولة لبقاء العراقيين ولعودة من هاجر؟ هل أسست مؤسسات؟ هل قامت ببناء بنى تحتية؟ هل قدمت خدمات للعراقيين؟ هل وفرت الأمن وهو أهم عنصر من هذه العناصر؟ معنا اتصال السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، المهجرين المفروض ما يرجعوا للعراق. ليش؟ ما دام هاي الأحداث الدامية العراق. نعم. أي هي المفروض شافوا دنيا وشافوا يعني دول اللي يتمنون أن يظلون بيها. نعم.
لكن سيد أبو علي، سيد أبو علي بالنهاية العراق للعراقيين، سواء مهجرين في الداخل ولا في الخارج، بالنهاية هذا البلد للعراقيين، يجب أن يعودوا في يوم من الأيام. لكن هل يمكن أن يعود العراقيون إلى هذا البلد، إلى العراق الحالي، عراق اليوم؟ والله ما يرجعون، ما أظن يرجعون، لأن شافوا وكان اللي يفيدهم العراقيين كانوا والشيعة والسنة، شافوا مكان اللي يتمنون يبقون به، على وش يرجعوا للعراق؟ ليش ما توفر، ليش ما توفرت هذه المقومات وهذا المكان داخل العراق؟ ما يتوفر كل شيء، وما تو ما تو ما تو أحبابنا الغالين. يعني أنا أتمنى هالسنة أشوف الدولة وأروح لها أنا وعائلتي. بس هذا، بس هذا مو الحل يا أبو علي. ليش إحنا، ليش إحنا نترك العراق لهؤلاء؟ هم الذين جاءوا بطريقة غصب على العراقيين عن طريق الاحتلال. ليش الواحد يفكر اليوم ويقول أنا أريد أترك العراق وهج؟ ليش ما أخلص من هؤلاء؟ ليش ما يكون الحل الخلاص من هؤلاء الذين يحكمون؟ ما نقدر نخلص منهم. ليش ما تقدر؟ ما نقدر نخلص منهم. ليش ما تقدر؟ ما نقدر نهائياً، ما نقدر. ليش، ليش يا أبو علي؟ الدول، يا الشعوب، الشعوب اللي خلصت من الاحتلالات ومن الحكومات الفاسدة أحسن منك. وبعد ما ما تخلص، نخلص. الفقير، بس الفقير ظل هنا يعني مثلاً. أكو واحد من السياسيين انكتل، أكو واحد من البرلمانيين انكتل، غير بس الفقيرين، بس الفقيرين انكتل. نعم. كان شيعي ولا سنة ولا فقير. طيب سيد أبو علي، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، شكرا جزيلا. قد تكون هذه الكلمات خارجة بناء على مأساة ومعاناة، وهو أمر طبيعي جدا في العراق، لكن من المنطق أن لا نتحدث بلغة انهزامية، أن يكون هناك حث للأجيال المستقبلية، للأبناء، للأحفاد، للعراقيين كافة، عندما تخرج الأصوات علنا أن يكون هناك تحفيز للعراقيين ودعم من أجل الاستمرار في المحاولات للخلاص من هذه الحكومات. كل الشعوب على مر القرون والأزمان التي تخلصت من الاحتلالات، نعم كانت هناك نظرات سوداوية وبعض الإحباط والشعور بالهزيمة، لكن في النهاية هم فئة قليلة مقارنة بملايين العراقيين الذين يوجدون في الداخل والخارج، الذين يدفع أغلبهم باتجاه رحيل هذه الحكومات. عبد الله من الفلوجة، تفضل. أستاذ العزيز، احنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أستاذي؟ حياك الله، أهلا وسهلا. أحيي قناة الرافدين وحيي الشعب العراقي وحيي كل المحافظات اللي في العراق، محافظات الجنوب والغرب والشمال. حياك الله. والوقف. نعم. ولماذا احنا من صار الاحتلال من 2003 ولهذا اليوم احنا ما عندنا حكومة لهذا اليوم؟ حكومة، احنا ما عندنا حكومة، حكومة كلها ميليشيات، حكومة إيرانية، حكومة تبعية من إيران ومن أمريكا ومن كل الدول متحالفة على الدول، على الدول العربية، العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان. طيب شنو رأيك بالدعوات اللي أطلقها مصطفى الكاظمي بخصوص عقد مؤتمر دولي لدعوة العراقيين المسيحيين ومن الطوائف والديانات الأخرى المهاجرين إلى العودة إلى العراق؟ شنو رأيك بهذا الكلام؟ والله أستاذ العزيز، ما هو إحنا ما عندنا حكومة، كل ما صار انتخابات وجابونا بالرؤيات، هاي رجع المهجرين، هاي نطلع المعتقلين، هاي اسمه، وهم يأخذون أكثر من ما قبل. شقد عدد المعتقلين؟ ألف، يأخذون 2000 إنه معتقلين. هل تعتقد بأنه العراق اليوم مهيأ من ناحية البناء، من ناحية الخدمات، من ناحية الأمن، الاستقرار، الاقتصاد، أنه مهيأ لعودة العراقيين؟ هل تعتقد أن هناك بيئة جاهزة لاستقبال العراقيين الذين يرغبون بالعودة؟ لا، العراقيين بعد ما يرغبون للعودة. العراق هسه يهاجر المناطق لأوروبا، يهاجر
لغير دول. ليش دفعوا العراقيين الى التفكير او دفعوا بعض العراقيين الى التفكير بالهجره بالرحيل؟ ايه للهجره، لا 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 مرتاح بنومته، لا مرتاح بعيشته، لا مرتاح اعتقالات دي ميليشيات تذبح بيهم. نعم. ارهاب دولي. العراق من 2003 هذا اليوم ما عايش فيه. نعم. شلون ما يهاجر العراق؟ لا يهاجر، بالذات المناطق المناطق الهشه، المناطق الغربيه، المناطق الجنوبيه، كل المناطق اللي هي مناطق قبليه تهاجر. يبقى الحديث سيد عبد الله يدور بإطار أنه هذا البلد بالنهاية هو للعراقيين. من يجب أن يرحل؟ من يجب أن يرحل هم هؤلاء الذين جاءوا مع المحتل، الذين استغلوا العراقيين، أثاروا الفتنة، فرقوا المجتمع، نشروا الرعب بين صفوف العراقيين. هؤلاء الذين يجب أن يرحلوا. أين يرحلوا يا أستاذ العزيز؟ أين يرحلوا دولة؟ دولة ما يرحلوا دولة. أكو تعاون إياهم من المناطق الغربية، وتعاون إياهم من المناطق الجنوبية، وتعاون إياهم من شمال العراق، وتعاون إياهم. أين يرحلوا هذول؟ اليوم أنا اليوم إحنا 10، أقول لك مثال في منطقة الفلوجة والقرمة والرمادي، الفلوجة بها 10 رافضين هذا الاحتلال، ومية راضين على هذا الاحتلال. نعم. سيد عبد الله أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الفلوجة. لابد أن يكون هناك من هو ينتمي، ذيل، تابع، خائن، سميه ما شئت، لابد أن يكون هناك ضمن مجموعة، ضمن فئة من المجتمع العراقي من هو يوالي هؤلاء، من هو يرفض رحيلهم لأنه مستفاد من الفساد الموجود، من انهيار النظام، من مبدأ قوة القوة أو السيطرة عن طريق استخدام الميليشيات والسلاح. وطبعا لابد أن يكون هناك من يرفض رحيل هذه الحكومات وهذه الأحزاب أكيد. سيد حسين من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ أحمد؟ شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنت اليوم أنت تسأل تقول ما رأيك يعني بالمبادرة اللي أطلقها كاظم على عودة اللاجئين وعلى المهاجرين؟ أي بس البعض اللي راح بعد ما يقدر يرجع، يعني هو شو يلقى بالعراق من 2003 فساد وخراب ودمار. نعم. شو يرجع هو يعني هم من أجل تشتيتنا يريدون إحنا أمة مشردة، أمة مشتتة، يعني العراق والعرب أكثر شيء العراق يجي يضعفونه. نعم. يعني هذا المفروض العراق للعراقيين مو للفاسدين. نعم. يا أخوي احنا يعني شو يلقى اللي يرجع غير كذا؟ يلقى بيئة صالحة، يلقى أمن، يلقى أمان، لا كرامة، لا إنسان، وثمان يوم السيطرة يهينك وطيح عليك، لا كهرباء، لا شغل، لا عمل، شو يلقى؟ كله. نعم. هو هذا اللي دريد نسمعه، لأنه بالنهاية الحديث الذي تتفضل به حضرتك وغيرك من المشاركين، هذا الكلام ده يظهر أمام شاشة التلفاز وعلى نطاق واسع، ولابد أن يسمع هذا الكلام أحد من الدول التي ترغب بالقدوم إلى العراق لحضور هذا المؤتمر، وهو إعطاء شرعية أيضا لهذه الحكومة، أنه يا جماعة ترى العراقيين دي يرفضون هذا الكلام، العراقيين يقولون ماكو أمان ولا استقرار في هذا البلد. نعم أخوي، هذا الشيء مرفوض، يقول لك لقى كرامة، لقى إنسانية، لقى خدمات، لقى شيء يعني لقى غير شيء، لقى جنة هناك قياسا بأوروبا وبالدول الخارجية، أيرجع الخراب على شنو؟ ثانيا أخوي أنت مو رايح بس تهاجر، أنت رايح على ثروة مسروقة سرقوها الاستعمار البريطاني والفرنسي، استقطبوا من الذهب، من النفط، المعادن، هاي ما حد يسولفها، واقنعونا أن بلادنا هم الخراب حتى يقولون هم الصح، هم الدينين، اقنعونا أنه احنا فقراء، أجهل المنظومات، أجهل الثقافات، وأقل القدرات والخبرات. فاحنا ما جايين نقول شنو السبب، هم تآمروا علينا، يدمرون بلادنا، وإذا نروح عليهم يعزونا. واحنا تقول من 2003 امريكا انطتنا الاستقلال، السياده الوطنيه، السياده سلمتها بيد العملاء وبيد الفاسدين، لو ضالين هم ارحم، وانطتنا وقالوا تقول السياده، اي سياده؟ اي دوله في العالم عندما تدعو انصارها او ابنائها الى العوده اليها، بالنهايه لابد انها مهيئه البيئه الحاضنه لهؤلاء. اليوم احنا عندنا داخل العراق مهجرين من داخل العراق لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم، وجرف الصخر مثال طبعا. طيب إذا هو مدى يقدر أصلا يرجع أهالي جرف الصخر إلى منطقتهم داخل العراق، يعني داخل سيطرته؟ هاي وعود،
وعود كاذبة أستاذي، هاي وعود كاذبة. هم بحجة جاي لهم بينا راح نسوي مؤتمر وراح نسوي الشجرة اللي ما تثمر اشلعها من عرجها أستاذي، هم إلا يشرعون كلهم. وهاي هسه بالأنبار عندنا المشكلة، عنده واحد ويا عمامة ما يقدر يرجع، اللي عنده مشكلة ويا ابن أخوه، هم بيناتهم. فما تقدر أنت لا تصف أهل العشيرة لا أهل المنطقة تصف بيناتهم. نعم. خراب ودمار وكل من واحد ينشب الثاني، فهم كله وعود كاذبه يريدوا يورطون الناس، ونصيحه لا حد يتبرط يرجع يصدق بحكيهم كذاب، ونصيحه كل المشاهدين. نعم. كل واحد هناك استشنوا وقعد هناك العراق ايش بي قالوا لو ما اهله ولا اطلع من العراق الله وكيلك. سيد حسين شوف احنا قبل شوي حكينا بهذا الموضوع، وهم نرجع ونقول قد يكون كلامك ناجم عن غضب، مظلمة، شعور بالإحباط من هذا البلد، لكن بالنهاية نؤكد على نقطة أنه من يجب أن يرحل هم هؤلاء الذين يحكمون العراق. ليش تفكر بالرحيل؟ من يجب أن يترك البلد هو الذي جاء غصب على العراقيين، جاء ليسرق. أنا أشكرك يا حسين من الرمادي. نرجع ونقول مشاهدينا الكرام أنه نعم الشعور بالظلم، بالقهر، بالحاجة، بالمأساة داخل العراق هو موضوع كبير جدا، لكن أن يستمر الدفع باتجاه ترك البلد والرحيل عن العراق، هذا الموضوع يخدم هؤلاء، يخدم الذين جاءوا مع الاحتلال. بالنهاية إفراغ المناطق من سكانها الأصليين وتوطين الميليشياويين وأنصار هذه الميليشيات والأحزاب هو أصلا مشروع يعني معمول به في العراق أصلا بدون ما يحتاجون حتى أحد يترك. يهجرون العراقيين، عملية تغيير ديموغرافي موجودة فعلا، سيطرة على ممتلكات، أراضي، بيوت، إسكان من هم من خارج العراق، جنسيات أخرى مجنسين أو حتى من محافظات أخرى، جلبهم لإسكانهم في محافظات عراقية أو مناطق ترك سكانها مناطقهم أو يعني تركوها مجبرين، ومخطط معمول به منذ الاحتلال التغيير الديموغرافي. نبقى نقول بأنه ليس من الصحيح أن يدعو البعض أو يدفع باتجاه أنه تعال نترك العراق ونعوف لهؤلاء. هؤلاء الذين يجب أن يرحلوا هم الذين يجب أن يتركوا العراق، يجب أن يكون هناك ضغط شعبي لإجبارهم على ترك هذه الحكومة والامتيازات والحكومات والأحزاب وترك هذا البلد بشكل عام للعراقيين لكي يديروه بشكل صحيح. معنا اتصال. السيد أبو الحسن من بغداد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، حياك. الله يحييك ويحيي قناتكم البطلة. الله يسلمك. والمجاهدين اللي عاملين في القناة. الله يبارك فيك. أستاذ، بالنسبة عودة المهجرين حسب دعوة الكاظمي. نعم. أولاً هو وين الأمان حتى يدعو المهجرين؟ نعم. وين الأمان اللي بالعراق حتى يدعو المهجرين؟ إضافة لهذا أكو حادث صارت. نعم. يمكن قناتكم المفضلة تدري بها، مال ناحية يثرب. نعم. يعني أبسط شيء ناحية يثرب منطقة العزة هناك في يثرب. نعم. قتلوا عليهم مسلحين، قتلوا أكثر من 10 من عشيرة العزة وجرح عدد 13 واحد. نعم. ادعوا أنه داعش، ولكن أثبت أنه الميليشيات هي اللي هاجمت قرى العزة في ناحية يثرب على مود يهجروهم. نعم. وإضافة لهذا قسم شيوخ العزة أرادوا أنه عودة قسم منهم، بالإضافة لهذا ساحبين السلاح كله من العوائل ومن العشائر الموجودة هناك. يعني هذول لو لا عندهم سلاح، لو عندهم سلاح ما كان دخلت عليهم لا الميليشيات ولا داعش أن تقتل أبنائهم، كان قاوموهم. أين طيب. الأمان اللي يتحدث به الكاظمي؟ هل يستطيع السيطرة على المسلحين أو الميليشيات؟ هل يستطيع حصر السلاح في يد الدولة حسب ما يدعي؟ نعم. هل يسيطر على الميليشيات ويسحب السلاح المنفلت حسب قولهم؟ هذاك الوقت يطلب عودة المهجرين. شنو الضامن أبو الحسن؟ شنو الضامن أنه إذا عاد من خارج العراق من هو ترك البلد مضطر بسبب تهديد لكونه في منصب، لكونه عمل في مؤسسات الدولة سابقا، لكونه صاحب رأي، شنو الضامن أنه يرجع والأجهزة الأمنية بحواسيبها واستخباراتها تعتقل وتعذب وتقتل بناء على تشابه الأسماء مثل ما صار بالبصرة؟
منو اللي يقول شنو اللي يضمن بغض النظر حتى لو ما كان عنده شيء انه ما يتم زجه بالسجن والمعتقل بسبب تشابه الاسماء؟ اي استاذ اي ضامن ما موجود بهاي السلطه يعني من الألفين هو يدعي انه نفسه يسيطر على الاسلحه ويضمن انه عوده المهجرين خارج العراق لانه اكثر المهجرين راحوا خارج العراق هم يعملون في المؤسسات الدوله السابقه في عهد صدام حسين. اضافه لهذا اكثرهم ضباط وضباط مخابرات وامن فعدد كبير كلش. بعدين على قولتك انه تشابه الاسماء هم بداوا يعتقلون ويعذبون. طيب هذول اللي كانوا بالمخابرات وبالامن وضباط الجيش في الحرس الجمهوري اللي قاتلوا الايرانيين. ايران الان عاد قوائم كلش كبيره في تصفيه الضباط الجيش السابق والناس الوطنيين وشوخ عشائر. شنو الضامن على قولتك انه عودة المهجرين أو يعودون إلى العراق حتى يسلمون على حياتهم؟ ماكو أي سلام ولا اطمئنان من وراء هيك حكومة ولا أي أمان موجود بالعراق. شنو الرسالة اللي توجهها للدول التي يدعوها الكاظمي للحضور إلى العراق لحضور هذا المؤتمر؟ شنو الرسالة اللي توجهها أنت مواطن عراقي؟ أقول عدم مجيء أي ممثل لأي دولة مهما تكون، لأنه إذا جو راح ينطون الشرعية للحكومة وبالتالي ممكن أنه يدعو كل المهجرين في الدول أو اللاجئين راح يسلموهم للحكومة وبالتالي راح عملية الاعتقال والتعذيب والقتل داخل السجون خلي يطلعون هذول السجناء والمهجرين مال جرف الصخر وغيرها. مو يجيبون اللي خارج العراق. ليش يجيبون خارج العراق المهجرين؟ خلي يعيدون هذول مال جرف الصخر، خلي يطلقون سراح مال الصقلاويه وبديبز وايضا صلاح الدين ودياله، خلي أمن الهذول، خلي يطلق سراح الناس الأبرياء. عدد كبير من الناس الأبرياء داخل السجون حكومة الكاظمي وحكومة المالكي وغيرها، وقتل عدد كبير من أبناء العراق لأنه كانوا في جهات أمنية في زمن النظام السابق. أخي ما ممكن العودة بهذا الظروف إذا ما يتغير كل الوضع السياسي في العراق تغيير جذري، لأنه هذول يمثلون أنظمة سياسية قامعة، بالإضافة لهذا يمثلون دول الجوار وتأثير إيران على المسرح السياسي العراقي والعمل الأمني تأثير مباشر، وهي إيران تقود القوات الأمنية سواء بالداخلية أو بالدفاع. طيب. دليل أنه زج ميليشياتهم الولائية في الحشد الشعبي و ايضا ارتباطها في مجلس الوزراء وارتباطها بالقيادة القوى المسلحة، هم تابعين ايضا تحت امرة الايران وتحت امرة النظام الملالي. شكرا جزيلا ابو الحسن من بغداد، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. يعني تؤكد لجنة حقوق الانسان داخل البرلمان، مفوضية حقوق الانسان، ان عدد المسيحيين قبل عام 2003 كان 1.5 مليون مسيحي موجود داخل العراق. بعد 18 عاما من حكم أحزاب تقول إنها إسلامية أدارت الميليشيات، أثارت الفتن، المشاكل، الصراعات، الفساد، نهبت الدولة، وصل عدد المسيحيين اليوم بحسب مفوضية حقوق الإنسان البرلمانية الرسمية الحكومية إلى 250 ألف مسيحي فقط داخل العراق، موجودين اليوم داخل العراق من أصل 1.5 مليون مسيحي كانوا موجودين قبل عام 2003. لماذا وصل الحال إلى هذه الأرقام المتدنية؟ لماذا هجم المسيحيون، طردوا من ديارهم، تم التعامل معهم بتطرف، بعنصرية، بحقد، بشراسة، لقتلهم واعتقال بعضهم وتعذيب بعضهم؟ وطبعا عانوا كثيرا جراء الميليشيات، وحتى داعش قام وفعل ما فعل أيضا بسبب هذه الحكومات وما أوصلت إليه العراق. فهل اليوم الوضع جاهز لاستقبال العراقيين إن كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لاستقبال العراقيين الذين هاجروا
خارج العراق خوفا على حياتهم بحثا عن فرصة أمل بالعيش في بيئة آمنة؟ هل العراق اليوم مهيأ؟ معنا اتصال. السيد أبو أحمد من الرمادي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد كيف حالك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. والله يا أخي العزيز موضوع حلقة اليوم موضوع طبعا مهم، يعني السيد الكاظمي من يدعو المسيحيين أو غير المسيحيين للرجوع للبلد. نعم. يعني بأي صيغة بأي دور بأي يعني بأي ناحية شلون يقدر يأمن الناس اللي ترجع من خارج البلاد أو رجعة المهجرين؟ نعم. شلون يقدر يأمن وضعهم إذا هو البلد أصلاً مؤمن من الميليشيات ومن القتلة والمجرمين وإيران هي المستلمة الأمر مستلمة أمر البلاد؟ نعم. المسيحيين هم يعني ما نقول قلة لكن هم طائفة أو يعني ناس مسالمين. نعم. ما لهم علاقة بالوضع اللي يصير بالأرض. نعم. تدري صار احتلال أمريكي بعد احتلال إيراني بعدها داعش وبعدها أمور كثيرة. يعني حاليا الوضع بالعراق يرثى له. يعني منا الكورونا مفعولة لا يطاق. نعم. ثانيا الميليشيات منتشرة بالشوارع، عصابات منتشرة بالشوارع، سلاح منفلت، ماكو أمان. يعني أبسط مثال، إذا عائلة تدخل من المسيحيين هل يقدر الكاظمي يأمن على العائلة إلى ثاني يوم يعني الصبح؟ لا، أنا أقول لا. شلون اللي يريد يرجع الناس الأبرياء ويأمن عليهم داخل ويورط هاي الناس وترجع؟ لكن هم الناس اللي موجودين خارج البلاد. نعم. كمسيحيين أو سنة ما يرجعون. ليش؟ لأنهم يعرفون ماكو أمان ولا أكو استقرار ولا أكو يعني شيء. طيب هو منو اللي أجبرهم على ترك العراق أولا؟ هم طبعا هم الجمهور. هم ما طلعوا أنا وسن أو طلعوا من عفو طلعوا من 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 بإرادتهم تقصد؟ هو من إرادتهم. نعم، أكو واحد يعوف بيته أو يعوف مكانه ويعوف بلده، لكن يا أخي طلعوا من ظلم من ضيم. يعني احنا نقول المناطق الغربيه شافت ما شافت. نعم. من داعش من ميليشيات وغيرها. زين بغداد هم اكثر سكن بغداد الموصل. صح. هاي المناطق اللي ساكنين بيها اكثر اللي تهجروا من المسيحيين هم من بغداد. الموصل صارت يعني فرضا يعني فرضت على الكل. طيب سيد ابو احمد، يعني هاي الدعوة تذكرنا بدعوة سابقة أطلقها إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء الأسبق، رئيس وزير الخارجية عفوا الأسبق. نعم. وهو كان رئيس وزراء إبراهيم الجعفري في فترة 2014 عندما كانت هناك موجة نزوح وهجرة كبيرة جدا إلى أوروبا، قام بدعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العراقيين إلى العراق، وكذلك طالب شباب العراق بالعودة إلى بلدهم. هو أصلا الشاب العراقي أو المواطن العراقي ليش ترك العراق؟ أخي ماكو مؤهلات للعيش داخل البلد. يعني هو من بوقت إبراهيم الجعفري من العالم تهجر طلعت. تدري بداية الاحتلال. نعم. وبداية الطائفية وأكثر الناس طلعت من الطائفية وأكثر الناس من ضروا هم السنة والمسيح. أكثر الناس السنة والمسيح. طيب. حتى ما نحكي طائفين لكن واضح، هذا واضح للعلن. طيب. فالناس تهجرت إبراهيم الجعفري يرجعهم حتى يبين للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الدول الغربية بأنه العراق آمن والعراق مستقر وإحنا مسيطرين. لكن هو يريد يرجعهم يقتلهم. هو أصلا مجرم أصلا. هو رئيس ميليشيا إبراهيم الجعفري الله ينتقم منه. ثانيا حاليا الوقت الحالي. نعم. الوقت الحالي يعني وقت لا يعني لا يطاق. وقت يعني المعيشة بالعراق لا تطاق. نعم. من كورونا، كهرباء، مي، معيشة صعبة، بطالة، مجاعة، يعني أشكال وأنه يعني موجود داخل العراق لا يصلح للعيش حتى إذا كان أمان موجود. نعم. ما يرجعون. يعني أنت تدري العوائل المسيحية عوائل مثقفة مرموقة نقول، يعني ما داخل موضوع عشائري ما عشائري. تعرف تيجي جو يليق بيها. نعم. عوائل تخاف. وكذلك العوائل نقول السنة اللي مهجرين أو الشيعة اللي طلعوا
من المتظاهرين او طلعوا ضد النظام الموجود، احنا هم ما نريد نظلم البقيه، هم اكو شيعه مظلومين وطالعين خارج البلاد. نعم. فنفس الحال هم ما يرجعون، يعني هسه انت تقدر يعني تقول الواحد ارجع بيتك وابعد، من يقول يبقى للصبح؟ زين صحيح. من اكو امان؟ نعم امن عليهم الكاظمي وبعدوا. نعم. امنوا وبعدوا. زين وين سبل العيش؟ وينها؟ وينها؟ نعم. مي ماكو، كهرباء ماكو، كورونا. وصلت فكرتك ابو احمد، انا اشكرك شكرا جزيلا. من الرمادي عندنا سيد اسامه من كركوك، تفضل يا اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي محمد شلونك؟ اهلا وسهلا، حياك الله. اشكرك واشكر القائمين على القناه. الله يسلمك. بالنسبه لموضوعكم حول عوده المهجرين، نعم، الكاظمي يدعو المهاجرين خارج العراق من المسيحيين إلى العودة، طبعا المسيحيين وغيرهم، من العودة إلى العراق. وإحنا نسأل، هل العراق مهيأ إلى استقبال المهاجرين؟ هل الحكومة قامت بتأسيس دولة حقيقية، الكاظمي أو غيره، لاستقبال من هاجر وترك العراق مضطر؟ محمد، المعطيات هم يشوفون وراء العراقيين المقتلين، يشوفون وضع العراق تهجير وبطالة وخدمات ماكو، كيف يرجع؟ فك في شبك، من يرجع العراق؟ الناس يعني يرفضون الموت بالعراق، لأن هناك بأوروبا عكس العراق. ليش ما يبدأ الكاظمي بدل ما هذه الدعوات الإعلامية الإعلانية الترويجية، محاولة تجميل صورة هاي الحكومة وإضفاء الشرعية عليها، ليش ما ينظف إذا هو فعلا جاد بدعوة العراقيين إلى العودة؟ ليش ما ينظف العراق؟ ليش ما يخلص العراق من هذه الميليشيات، من هذا السلاح؟ ليش ما يقضي على الفاسدين إذا كان هو فعلا جاد بدعوته العراقيين إلى العودة؟ الناس ترجع لشينو بالضبط؟ غير يجهز. سالم محمد، هو مثل ما تفضل شيء هو السلك اللي جاء المحتل الامريكي، يعني ما راح يغير من حال العراق، هو دعايه انتخابيه يسويه وما يغير شو من حال العراق، والعراقيين ما رجعوا، لازم يخلي الوقت المحل وبعدين هم من انبل الناس، يعني لحد ما شفنا ناس كشرطة إيش قد متعشين وياهم فما يرجعون، أنا شو صادروا أراضيهم دورهم عقاراتهم على شنو يرجع؟ ماكو قانون بالعراق، قانون بالعراق قانون الغاب يا أستاذ محمد، فكيف يرجع الناس؟ أنا واحد أنا اللي أتكلم يقول الله والله أن أطلع له خارج أطلع ما أرجع من العراق، لأن عايشين عايشين بغنك، عايشين بقهر، ما كل مقومات للحياة حتى الناس ترجع. طيب. هذه دار انتخاب الناس وخلاص، وبس الناس أرضت، يعني ما تنطلع على الكلمات. أشكرك سيد أسامة من كركوك، شكرا جزيلا لك للمشاركة. عندنا رسالة مشاهدينا الكرام من السيد وليد البدري، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القناة الموقرة، نستغرب هذه الدعوة، ليش هم ايش وفروا احتياجات للناس الداخل العراق حتى يدعو المهجرين والمهاجرين إلى الرجوع؟ إلى أين يرجعون؟ إلى مناطقهم المهدمة من 7 سنوات إلى اليوم بدون أي خدمات. وبالنسبة للمؤتمر الإقليمي، مجرد تمثيلية مضحكة وتضليل للشعب العراقي، وتحياتي لكم. رسالة عندنا من ابن الوطن من صلاح الدين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعنة الله على كل من أسس بنيان الظلم، اللهم لعن أعداء الله. يعني شقول شحشي، صدقوا يا ناس، حوبة الناس الأبرياء اللي راحوا لرحمة ربهم من هذاك اليوم ترى ما تروح حدر، الله يطلعها بيكم يا فاسدين وبعوائلكم اليوم قبل باكر يا سياسيين القتل والإجرام، رب العالمين بالمرصاد. معنا اتصال. السيد عطوان من بغداد، تفضل. شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحفظك، رحم الله والديك. نمو أنا برعاية اجتماعية. نعم تفضل. عمري 60 سنة. اي. وكل شيء ماكو بالعراق، لا ماء لا كهرباء، وقلت لك اريد اروح، ليش رايح؟ نعم. اريد اهاجر.
لان هذول المسيحيين يجون العراق شو يجون على اليمن؟ نعم. بيوتهم اخذوها، محلاتهم اخذوها، شغلهم اخذوها، على اليمن يجون هناك عايشين رواتب عندهم ياخذون من نفط يطوهم. ليش؟ المسيح حلو، مسيح محترم. نعم. لان انت شو بدك مسيح بالسجن؟ مسيح ارهابي، المسيح مسالمين. نعم. أطول. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. طبعا هناك دعوات لتخليص، دعوات موجهة إلى رئيس الحكومة من قبل مسيحيين موجودين داخل العراق وخارج العراق، يطالبون الكاظمي بتخليص مناطق التواجد المسيحيين من بطش الميليشيات وسيطرتها، مثل سهل نينوى. سهل نينوى الذي فيه تتواجد الميليشيات التابعة للحشد، مثل ريان الكلداني وغيرها من هذه الميليشيات التي تنتمي إلى أديان أخرى لكنها أيضا ميليشيات تتبع ما يسمى بالحشد الشعبي. هذه الميليشيات لا تفرق بين مسلم ومسيحي، تقضي على الكل وفقا لمصالحها ومتطلباتها. هل استطاع أن يطهر هذه المناطق من المسيحيين محافظة نينوى بشكل عام وسهل نينوى بشكل خاص؟ هل استطاع أن يعيد ما سلب من المهاجرين العراقيين الذين تركوا ديارهم وبلدهم مضطرين مكرهين؟ هل استطاع أن يوفر أو يعيد لهم ما فقدوا بسبب سطوة السلاح ونفوذ الميليشيات والفساد؟ هل أعاد البيوت التي هدمت؟ هل يستطيع إعادة الأرواح التي أزهقت على يد هؤلاء؟ كيف يمكن له أن يدعو العراقيين إلى العودة، المسيحيين وغير المسيحيين، إن كان لا يستطيع حتى أن يسيطر على ميليشيات الحشد التي وفق القانون الذي أقروه هي تتبع له بصفة مباشرة، ولا يستطيع حتى توجيه أمر واحد مباشر لهذه القوات لتستمع إليه؟ إذن مشاهدينا الكرام، يبقى الحديث اليوم عن دعوات مصطفى الكاظمي عودة المسيحيين إلى العراق عن طريق عقده لمؤتمر دولي للدول الإقليمية داخل العراق، وهناك تحذيرات كبيرة من جهات عراقية داخل وخارج العراق لهذه الدول بأن لا تنصت إلى هذه الحكومات. هذه حكومة جزء من منظومة فساد كبيرة جدا، وهذه مسرحية وتمثيلية كما وصفها كثيرون، محاولة لإيهام العالم بأن العراق بلد مستقر، أن العراق بلد آمن، أنها يعني هناك بيئة حاضنة لهؤلاء وبإمكانهم أن يعودوا. ما الضامن لسلامة العراقيين الذين يرغبون بالعودة؟ ما الضامن لعيشهم باستقرار؟ هل يستطيع أن يوفر لهم الخدمات والأساسيات مثل ما قال السيد أبو حسن من بغداد؟ هل بإمكانه أن يوفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب، الوظائف لهؤلاء الذين يرغبون بالعودة أو يريدون العودة ولا يستطيعون؟ هل يستطيع أن يوفر مستشفيات مؤهلة لاستقبال المرضى؟ هذا بشر بإمكانه أن يتمرض بأي لحظة، معرض أن يصاب بمرض. هل هناك مقومات تستقبل في المستشفيات، تستقبل هذه الحالات المرضية؟ ماذا إذن عن هذه الفضائح التي شاهدناها بالقطاع الصحي جراء ضربة فيروس كورونا للعراق وكشفها لهذه الحقائق الموجودة داخل هذه المستشفيات؟ فاطمة من النجف، تفضلي. أبو فاطمة، عفوا، تفضلي أبو فاطمة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بالنسبة للموضوع الميدان الصحي في العراق وهل هو يعني متهيئ لاستقبال؟ لا لا أبو فاطمة، عفوا، أنت يمكن سمعت الجزء الأخير. أنا أتكلم اليوم موضوعي دعوة مصطفى الكاظمي لعقد مؤتمر دولي للدول الإقليمية داخل العراق لدعوة المهاجرين المسيحيين وغيرهم إلى العودة إلى بلدهم. نعم. ونحن نسأل، هل العراق اليوم مهيئ لاستقبال من يرغب بالعودة؟ هل الكاظمي استطاع أن يعيد من هو مهجر داخل العراق ولا يستطيع العودة إلى منطقته داخل العراق؟ نعم، أحسنت. نعم، كان بالأولى بالكاظمي أن يعيد المهجرين في داخل العراق إلى مدنهم. فهذا أخي أنا باعتقادي مجرد إلهاء للوضع الداخلي الموجود الآن قبل الانتخابات، وكذلك نعم. لتبييض صورته أمام الرأي العام العالمي. نعم. يعني إيران، يعني مثلا ولو ربما خارج الموضوع، الرئيس الإيراني الآن المجرم مدرسي أو
هو يتهم بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بأنه هو العدو الأول، هو راح يأتي أيضا يلتقي معهم في بغداد. الوضع أخي في العراق يعني لا نعرف الأولويات في للكاظمي ما هي، الأمن، توفير الغذاء، كذا. فدعوة المهجران لا أعتقد سينتظر أو ستكون هنالك أذان صاغية من أخواننا المسيحيين رجوع إلى العراق. المفروض أولا أن يستتب الأمن في بغداد ويرجعوا لهم الأملاك التي اختصبوها من قبل جيش المهدي وغير أبسط جيش أبسط المهدي. أبسط الأمور التي تناقش وهي من أهم الأمور أيضا، هل يستطيع ضمان حياة وسلامة الناس الذين يتواجدون داخل العراق اليوم قبل اللي يريد يرجع، هل ضمن أو حافظ على سلامة وحياة العراقيين الموجودين الذين يتعرض كثير منهم للاغتيالات والتصفية والاختطاف والاعتقال بأوجه غير قانونية؟ لا أبدا، لا أبدا أستاذ محمد. يعني أصلا هو الكاظمي تم التجاوز عليه أمام الشاشات ومن قبل الميليشيات بقصد إذنه، وتم سحق صورته بالأحذية. نعم، يعني الكاظمي أنا بالنسبة لي هذا مجرد هو رئيس عصابة أخي في العراق بصراحة، رئيس عصابة الميليشيات خامنئي في العراق، أنا أقولها دائما. لا الناس الآن يعني في ضيم، الناس الكثير منهم ليس يعني حقوقهم اغتصبت، أراضيهم، منازلهم، خصة في بغداد، حزام بغداد وغير حزام بغداد. يعني كأنما الكاظمي كأنما يتكلم على 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 دور دولة في أوروبا، دولة متقدمة. الكاظمي أخي مجرد هو عميل مزدوج للأمريكان ولإيران، هذا معروف للكل، ولا يستطيع الكاظمي وغير الكاظمي أن يبيض صورهم أمام الشعب العراقي. الشعب العراقي الآن هو تحت، يعني إذا صح التعبير، تحت بركان. لا يعني لا ندري متى ينفجر على هؤلاء العراقيين، ليس قليلين شر ولا سينسون حقوقهم. طيب سيدة أبو فاطمة من النجف، نشكر حضرتك شكرا جزيلا واعتذر الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.